مشاهدينا اهلا بحضراتكم. لا زياده في اسعار البنزين لمده 6 اشهر، هذه كانت ابرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي كشف ايضا عن اسباب الزياده الاخيره في اسعار البنزين والسولار وعن كم الاعباء التي تتحملها الدوله. رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يتم تداوله من ردود الافعال على زيادات الاسعار الاخيره في الوقود قائلا: بذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية أننا تحدثنا على هذا الموضوع ووضحت مدى ما تتحمله الدولة، ما تحملته بالفعل من أعباء نتيجة الزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والذي تم تحمله بصورة إضافية لتدبير موارد إضافية لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى. وتحدثت من قبل أنه ستكون هناك زيادة في الأسعار من هنا لنهاية 2025. أيضا قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على استثمارات تنموية ضخمة في جميع المحافظات، كما وأضاف قائلا أنه يتابع كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإخبارية حول ردود الأفعال بعد زيادة أسعار الوقود، وأكد أن الدولة تحملت زيادة الأسعار في الماضي، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارا أنه سيتم زيادة بعض السلع تدريجيا حتى عام 2025. وأشار إلى أنه اجتمع مع وزير البترول واتخذوا قرارا بعدم زيادة المنتجات البترولية لمدة 6 أشهر، ولدينا فرصة لعدم زيادة الأسعار لأن سعر البرميل في الموازنة 80 دولارا، وحاليا سعر البرميل 73 دولارا، فإذا استقرت الأوضاع على هذه الأسعار لن يتم زيادة هذه المنتجات. وأكد أن الحكومة تحاول أن تمرر الجزء اليسير للمواطن وتأخذ هي الجزء الأصعب للتيسير على المواطنين. مشاهدينا، نذكر حضراتكم بأبرز القرارات التي صدرت أمس وأشعلت موجة من الغضب، وهي أنه قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وجاء في بيانها التالي: اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية المرتفعة. تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي: بنزين 95 يبلغ 17 جنيه، أما بنزين 92 فيبلغ 15 جنيه و25 قرشا، وبنزين 80 يبلغ نحو 13 جنيه و75 قرشا، أما السولار 13 جنيه ونصف، والكريوسين 13 جنيه ونصف. أما المازوت المورد لباقي الصناعات، سعر طن المازوت بلغ نحو 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات، بالإضافة إلى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. أما عن قيمة الارتفاع فجاءت كالتالي: ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيها إلى 17 جنيها، وأيضا ارتفع سعر بنزين 92 من 13 جنيها و75 قرشا إلى 15 جنيها و25 قرشا، كما زاد سعر بنزين 80 من 12 جنيها و25 قرشا إلى 13 جنيها و75 قرشا، أيضا زاد سعر السولار من 11 جنيها ونصف إلى 13 جنيها ونصف، وارتفع سعر المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه، كما قفز سعر غاز السيارات من 6 جنيهات ونصف إلى 7 جنيهات. وترجع وزارة البترول هذه الزيادة لأنه يأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية
والضخمة والمرتفعة، وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل ربع سنوي مستندة إلى تغيرات في الأسواق العالمية وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية، وما زلنا نتابع مع حضراتكم على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.